السلام عليكم، انا دابا فواحد المدينه سميتها لوريلي في فين داز كامبينغ. هنا بطويات صغار عبارات يدوزو فيها الراين على مكان كيجيو من روتردام ولا امستردام في هولندا، يستغلو نهر الراين كيهبطو فرانكفورت في جميع المدن. المهم غادي نكملو الطريق على مدينة ماينز ان شاء الله يكون خير. هي هادي الطريق، الطريق الاوروبية للدراجات رقم 15. واحد البلاصه هنايا زوينه جنب نهر الراين، غادي نهبط نشوفها نشوف شنو فيها. البيكالا هنا نهبطو كاملين نكتشفو شنو كاين لتحت. برد شوية بس نطلع البيكالا، ما عارفش شي واحد ياخدها ولا اخراني ما ربطتهاش، وانا كان امن بواحد متى كيقول لك ربط بقى ما تحل. معليش ان شاء الله تكون مازال في بلاصتها. هي مازال هنا اخر، عندي مرونة ديك الشي ما رانيش مستفو يتقل بزاف، شي حاجه ما كنحتاجهاش كنلوحها في الطريق، مع ذلك كانت مهمه كاع. معليش تقلت عليها ما كنتش عارف جمعت حوايجي كلهم، كما قلت جمعت حوايجي كلهم وزدت تغيير ضروري من التغيير. عادي ما خصكش تبقى تسنى الفرصه، خصك انت تصنع الفرصه لراسك. Running through the last of my thoughts, standing on the edge of my chair. Everything I know will be gone in a minute, and that's all right. Bismillah, ya Fattah, ya Razzaq. وصلت لواحد المدينه ما عرفتش شنو سميتها، ماشي مدينه ولكن عربيه، واحد القريه على ضفاف نهر الراين. كاين هنا واحد العباره كتقطعك، شنو ما عندك طوموبيل بيكالا ولا تا بنادم، كتقطعك نهر الراين الضفه الاخرى. ما عرفتش بشحال، عمرني ما مشيت فيها ولا فشي بلاصه هدا اخرى. عبارة من عبارات نهر الراين لنقل السلع، كونتينير سوق قطار. دابا راني وصلت لمدينة بينغن، غادي نتغدا ناكل شوية، غادي تطفى الباب لي دابا. المهم ناكل عاد نصرف. بقات لي 28 كيلومتر على مدينة ماينز.
مدينه مايز قريبه لمدينه فرانكفورت تقريبا شي 10 كيلومتر. نحاول غادي نوصل له ولكن الحراره ما عرفتش شي 36 درجه سيليسيوس 36 في الحراره. ان شاء الله غادي نوصل غادي نمشي بشويه العرق. ليتس جو. ولا زلت في الطريق الأوروبية رقم 15 للدراجات. بقيت على العجولة هنا. وصلت لمدينة ماينز. نقلب دابا شي كامبينغ بلاص بين الناس. يكون خير إن شاء الله. أنا مازال غادي ندخل السونتر ديال المدينة. Let's go. يلا درت الخيمة ديالي دابا غادي نطيب العشاء ان شاء الله باش ناكل. Let's go. صراحة شربت غير الواي بروتين لانه من بعد تعرفت على اخوة عراقيين مخيمين حداي عرضوا علي العشاء او عزموني باللهجه ديالهم. كنوجه لهم تحيه شكر وتقدير على الضيافه. بقينا قصارين وكنتكلموا بيناتنا حتى عينا وكل واحد راح للخيمه ديالو ينعس. تصبحون على خير.